السلام عليكم شباب. دقيقة نجيب واحدة تثبيت. كل شيء تمام ما شاء الله. يا عبوي واحد اثنين ثلاثة ران. السلام عليكم شباب، معكم دعبول. اليوم جيتكم في فيديو جديد بمناسبة فيديو أسئلة وأجوبة، أنتم أسألون وأنا رح أجاوب برعاية 3000 مشترك. يا بوي الحمد لله، شكر لك يا رب، وشكر لكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا العائلة يا الجيش الدعبولي القوي، الله يخليكم يا شباب. يا أخي برعاية 3000 مشترك أقوى رعاية في الدنيا. يا أخي في شركات برعاية مرعى، برعاية ديليس، برعاية. السلام عليكم. يلا نمر للسؤال الأول. باش تعمل فيديو للستاب متاعك، يعني رح تعمل فيديو حق الستاب حقك؟ اي والله رح أعمل، بس في شغلة إنه الستاب حقي مرة 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 مو يعني خايس، بس الكابل مانجمنت مرة خايسة، المكان مو نظيف مرة مرة، فهمتون علي؟ والله أنا آسف إذا ما عملت، وفي ناس كتير يبغون الستاب. نمر للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، ما هو طموحك لسنة 2019؟ يا أخي طموحي وأهدافي في سنة 2019 ما كنت أتوقع إني راح أوصل 3000 مشترك، وصلت 1000 مشترك، قلت يا أخي الحمد لله، يا أخي عام آخر راح أوصل ل 1000 مشترك آخرين، بس الحمد لله يا أخي والله مرة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم، وصلنا 3000 مشترك في اقل من جمعة، فهمتون يا بوي؟ في اقل من جمعة يا اخي، جلد جلد يا اخي، جلد الاشتراك. طموحي نتاعي ل 2019 10000 مشترك ونوصل مليون مشاهدة مجموعية، فهمتون؟ السؤال اللي بعده، ليش انت ما تكذب؟ البعض اصحاب القنوات، اي والله فهمت عليك، ليش انا ما اكذب؟ يا اخي الكذب حرام يا اخي، سؤال سهل واجابة سهلة يعني. يا اخي حرام، اقدم محتوى بصدق خير ما لي اقدم محتوى بكذب، تعرفون ليش؟ الكذب ما يوصل ولا طريق، حرام الكذب، باللي تكون تبدا في الكذب كذب كذب ياتي يوم وتنفضح، فهمت علي؟ بالنسبة السؤال اللي بعده، زون رويال بالنسبة لك بكل صراحة؟ زون رويال يا اخي، زون رويال مثل خوي، شكرا دعمتني مرة في بث، الله يسعدك، تتصل بي شخصيا يعني دون بث، تدعمني تساعدني تعطيني كم نصائح، شكرا لك زون رويال بصراحة. السؤال اللي بعده، مستر جيمر يقول ان شاء الله توصل 100000 متابع وان شاء الله تقول اسمي رزقي. هلا والله يا رزقي، كيفك يا حبيبي؟ يا اخي ان شاء الله نوصل مع الله، ما في مستحيل، بس 100000 مشاركة ولا مشاهدة، 100000 متابع يا اخي ان شاء الله نبغون، بس مرة صعبة، مستحيل، انا بقول مستحيل، وانا مع الله لا شيء مستحيل، بس يعني والله اوكي ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا يا حبيبي رزقي، حياك الله يا حبيبي، والله يسعد قلبك يا حبيبي، شكرا. محمد، شنو تعمل في حياتك بخلاف اليوتيوب؟ شو اعمل في حياتي بخلاف اليوتيوب؟ صراحة ما اعمل ولا اشي، فقط نوم مقهى يوتيوب، نوم مقهى يوتيوب فقط. صراحة ليش ما اشتغل؟ صح، ليش ما اشتغل؟ صراحة حلمي الحق، حلمي اني اشتغل في صانع محتوى، اسوي فيديوهات على اليوتيوب، اعيش من اليوتيوب. يا اخي مدخول يكون من اليوتيوب، بس الان ما في مدخول من اليوتيوب، فهمتون؟ انيس يا اخي راح اقبلك ولا يهمك، كرتونك بالعربي نعلى لي 40000. يمكن يقصد ان شاء الله، اذا تقصد ان شاء الله لل40000 شكرا يا حبيبي كرتونك بالعربي، اما اذا تقصد نعلة يا اخي يا اخي والله اذا تقصد ان شاء الله الاربعين ان شاء الله يا حبيبي، شكرا يا حبيبي. بيب مبروك خوي الغالي، الله يسعدك يا حبيبي، الله يعطيك الف عافية يا حبيب، شكرا 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 لك. عالم القراصنة، كيف عرفت فري فاير وايش رايك بيها؟ هي هاد سؤالي وان شاء الله قابل ال4000. اخوك عزراف من سوريا، تحياتي يا هلا من سوريا، هلا تحيه من تونس لاهل سوريا. يا اخي كيف عرفت فري فاير؟ يا اخي فري فاير صراحه عرفته من ابن عمي يا اخي، جلد فري فاير يا اخي ما شاء الله. كنت في الماضي كنت العب فورتنايت، يا اخي يقول لي فري فاير فري فاير وش يا اخي، يعني في سنتين من السنه من قبل، فهمت؟ فري فاير وش هذي؟ بشوف الجرافيك حق يا اخي بضحك عليه على الاول، فهمتون؟ بس دائما اصبحت مدمن فري فاير يا بوي.
وش الشيء اللي سد اقنعني عن فري فاير؟ يا اخي كل الناس يلعبونها يا اخي، يا اخي يا اخي جاست امنا يا اخي. يا اخي خلاص راح اسوي عليها بث، سويت ما شاء الله اول بث يا اخي، يا اخي ما شاء الله يا اخي. يلا نروح السؤال اللي بعده. شو زغوان تي في، شنو اسم الفيسبوك متاعي؟ الفيسبوك متاعي بريفي، ما نحبش نقول على اسمه، اما نجم نعطيك الباج فيسبوك اذا تحب تتواصل معايا. ثانك دود عايش اخويا صفوان. سيلفر زيرو، سيلفر زيرو ممكن تعطيني قناع ارجوك؟ انا اسمي انس حماده وانت عندي في الاصدقاء، ابعث لي قناع جزاك الله خيرا، والله ما عندي جوار اشتري. يا اخي يوم الجمعة هذه يعني، فهمت يا اخي؟ والله طفران يا اخي، فهمت علي؟ بس ولا يهمك ان شاء الله حظ موفق يا اخي سيلفر سيرو. راح نسوي مسابقات في الجمعة القادمة ان شاء الله، لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. مستر جيمينج ما النسب حقك، نسب حقك حقي يعني النسب، النسب لقب، لقبي برعيد، يمكن تعرفوه يمكن ما تعرفوه، بن عياد يمكن في، يمكن في مصر موجود، في تونس موجود بكثرة، في بلدان أخرى ما بعرف. فداس كيفاش وصلت 3000 كا في نهارين؟ عملوا لك هوست خويا، وصلت ل 3000 ما عملوا ليش هوست ما شاء الله، كنت في 2400 ما شاء الله في يوم في ليلة واحدة. شوف ما شاء الله والله ما كنت، ما يمديني اوصف لك بالكلام، فهمت علي؟ ماكس يا هنا توف، وين تسكن؟ في صفاقس بالضبط، نسكن في تنيور بالضبط بالضبط. صابر مهدي ندخل معاك لايف، ضفني على الحساب الخاص بتاعي، نلعب مع بعض ولا يهمك. اوكي حبيبي، عملنا كاستم لربح، ابعثوا عملنا كاستم للربح، ابعثوا له ماسك. تقصد كاستم لربحوا ماسك، فهمت عليك. ان شاء الله ولا يهمك يا حبيبي. يوسف يوسف احبك، وانا بحبك بعد، شكرا يا شباب والله احبكم كلكم. همام هند انا بحبك يا حبي، انا وبعت لي قناع اسمي في اللعبه احمد الياس 24، ان شاء الله ولا يهمك يا حبيبي احمد. هوني وصلنا نهايه الفيديو يا شباب، اذا انت اللي لحد الان شاهدت في هذه الدقيقه شكرا لك يا حبيبي، احبك من كل قلبي، الله يسعدك يا حبيبي، شكرا على المشاهده، اشوفكم بعدين يعني بعدين 4 ساعات يمكن تقريبا، اي والله اشوفكم بعدين في البث المباشر. حياكم الله يا شباب، لا تنسون اللايك ولا تنسون الاشتراك، واشوفكم في البث المباشر. تحياتي اخوكم دعبول، سلام عليكم.